بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني مهندسي شبكة سيسكو في العالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو 148 من سلسلة فيديوهات CCNA Routing and Switching 200-120. نبدأ هذا الفيديو مع السؤال 394، واللي بيطلب منا تحويل الـ IP address 172.16.01 من النظام العشري إلى ما يعادله من النظام الثنائي. نبدأ فيهم خانة خانة. عندي 172، مية وثمانية وعشرين أصغر من 172، فلو ذكرنا عندنا هنا 170 ناقص 120 راح يتبقى عندي 150، نقص منها عندي كمان 2 حيتبقى 6، نقص من 50 6 حيتبقى عندي 400، لا حيتبقى عندي 44. إذا 172 ناقص 128 راح يتبقى عندي 44. طيب إذا عندي 128 واحد، طيب 44، 64 أكبر وبالتالي حتكون صفر. عندي 32، 32 ناقصا 44 يتبقى عندي 2، والأربعة هيتبقى 12. إذا عندي 32 حتكون واحد، 16 أكبر من 12 وبالتالي حتكون صفر. عندي 8، 8 أصغر ف 12 ناقصا 8 حيتبقى عندي 4، وبالتالي 8 حيكون 1، 4 مع 4 حيكون عندي 1، والاثنين 0 0. طيب ننتقل الآن للخانة الثانية 16 مع 128 راح تكون 0، مع 64 0، مع 32 0، مع 16 0، مع مع 16 حتكون 1، لأن 16 ناقص 16 راح يكون 0، فالعدد متساوي، فبالتالي 16 راح تكون 16 حيكون عندي 1، وعندي هنا 0، الثمانية راح تكون 0، الأربعة راح تكون 0، الاثنين راح تكون 0، الواحد راح يكون 0. طيب الخانة الثالثة اللي هي 0، جميع القيم راح تكون 0.
وعندي واحد راح يكون صفر 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 واحد. ممتاز. إذا تمثيل 172 16 صفر واحد من النظام العشري إلى النظام الثنائي حيكون بالشكل التالي، حيكون واحد صفر واحد صفر واحد واحد صفر صفر دوت. الستاش راح تمثل بصفر صفر صفر واحد، بعد كذا صفر 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 صفر. الصفر راح يمثل بثمانية أصفار بالنظام البينري، من النظام العشري للنظام البينري. بعد كذا الواحد راح يمثل بسبعة أصفار واحد. ممتاز. بكذا أنا جاوبت على السؤال، حولت العنوان 172 16 0 1 من النظام العشري إلى ما يعادله من النظام الثنائي البنري. السؤال 395، طبعا هذاك السؤال كان 94 وهذا 95. مسؤول الشبكة يريد إضافة، طبعا هذا يعتبر CCNA Access List Simulation رقم 2. الفيديو السابق احنا اخذنا الأكسس ليست سيميوليشن، كان عبارة عن سؤال وثلاثة أسئلة وخيارات. هنا لا، السؤال CCNA اللاب الخاص بالأكسس ليست حيكون عبارة عن راح يطلب منك طلب معين، وعلى أساسه راح تقوم بعمل إعدادات أكسس ليست لكي تؤدي هذا الطلب. الطلب متمثل في السؤال اللي أمامنا: مسؤول الشبكة يريد إضافة حماية إلى إعدادات الراوتر اللي هو الكروب كورب 1، بحيث يتم السماح للجهاز سي بأن يكون وحده قادر على الاتصال بالفينانس ويب سيرفر اللي هو هذا. يبغى الجهاز سي فقط وحده من غير الاي والبي والدي يكون هو فقط قادر على الاتصال بالفينانس ويب سيرفر، اما باقي الاجهزة في الشبكة المحلية اللي هي الاي والبي والدي فيجب منعها من الاتصال بالفينانس ويب سيرفر، مع السماح للجميع الاي والبي والسي والدي ان يكونوا قادرين على الاتصال بباقي السيرفرات اللي هي الدي ان اس سيرفر والبابليك ويب سيرفر. المطلوب عمل اكسس ليست تلبي هذا الطلب، وللتأكد من فعاليتها يمكنك الدخول على الاجهزة A و B و C و D عن طريق النقر عليها وعمل البينج والاتصال بالسيرفرات وكذلك الاتصال بالكور. جميع كلمات السر حتكون سيسكو طبعا، بالنسبة للاتصال بالكور من خلال الاي بي ادرس 198.18.196.65. اجهزة الكمبيوتر الموجودة في الشبكة المحلية من ضمن مدى العناوين 192.168.33.1 حتى 192.168.33.254، والاجهزة الحاصلة على العناوين بالشكل التالي: الهوست A حاصل على عنوان 192.168.33.1، الهوست بي 192.168.33.2، الهوست سي 192.168.33.3، الهوست دي 192.168.33.4. السيرفرات في الشبكة المحلية تم إعدادها على مدى العناوين اللي يبدأ من 172.22.217 حتى 172.22.242
30 وموزعة على السيرفرات بالشكل التالي. أنا عندي الفينانس ويب سيرفر 172/22/242/23، البابليك ويب سيرفر 172/172/22/242/17. كذلك المطلوب منا أن تكون الأكسس ليست لا تزيد عن 3 سطور لتحقيق المطلوب. إذن إحنا محتاجين ننشئ أكسس ليست تسمح للسي بأن يكون قادر على الاتصال بالفينانس ويب سيرفر من خلال جهاز الراوتر، ولكن الـ A والـ B والـ D يكونوا غير قادرين على الاتصال بالفينانس ويب سيرفر. في المقابل بعد كذا جميع الأجهزة الـ A والـ B والـ C والـ D تكون قادرة على الاتصال بالـ DNS سيرفر، بالبابليك ويب سيرفر، بالكور، ما عندنا مشكلة. عندنا هنا جهاز متصل عن طريق الكونسول بالراوتر، هو اللي راح ندخل عليه لكي نقوم بعمل الإعدادات. مطلوب في السؤال ان احنا الأكسس ليست ما تزيد عن 3 سطور، أكثر من 3 سطور هتعتبر إعدادات خطأ. ممتاز. إذا للدخول على الراوتر راح أنقل على الكمبيوتر المتصل بالكونسول وأتمكن من الدخول على نظام التشغيل الخاص بالراوتر وعمل الإعدادات الخاصة بالأكسس ليست. بعد كذا لما أبغى أجرب ممكن أخش على الـ A مثلا، أنقر عليه نقرتين، أعمل مثلا بينج على الفينانس ويب سيرفر أشوف هل حقدر أبنج ولا لا. المفروض أن الـ A والـ B والـ D ما يقدروا يبنجوا بعد عمل الإعدادات، والـ C يكون وحده هو القادر على الوصول والبنج للفينانس ويب سيرفر. بعد كذا أتأكد أن جميع الأجهزة قادرة على الاتصال بالبابليك ويب سيرفر وقادرة أيضا على عمل بنج للكور. طيب نبدأ الخطوات. عندنا طبعا أول شيء راح ندخل على جهاز المتصل بالكونسول بالراوتر اللي هو الكورب 1، وراح ندخل على طبعا راح نكتب كلمة enable. إذا طلب مني كلمة سر راح أدخل له كلمة سر سيسكو. بعد كذا أنا محتاج إني أنشئ أكسس ليست وأطبقها، ومكان تطبيق الأكسس ليست حيكون وين؟ على المنفذ المتصل اللي هو هذا T30، المنفذ المتصل مع السيرفرات، بحيث لما يجي اي جهاز ويحاول يتصل على السيرفرات يمر اولا بعملية فلترة من خلال المنفذ والمتصل مع السيرفرات ويعمل له فلترة بناء على الاكسس ليست هل هو مسموح له او غير مسموح له. تمام. عندي هنا بيخبرني ان السيرفرات بتبدا من 172/22/242/17 حتى 172/22/242/30. فبالتالي اول نقطه المفروض ان احنا نعرف من هو المنفذ المتصل مع المنفذ المتصل مع السيرفرات. المفروض انه ما دام هو يقول لي هنا 30 المفروض انه يكون كم؟ 172/22/242/30. كيف اعرف انه 30؟ 30 هو الرقم الظاهر امامنا. لاحظوا معايا هنا كتب شو رانينج بس الظاهر طبعا في خطأ املائي. هذه الفائدة انك انت تكون ايش مركز. المفروض ما يكون 172/26، لا المفروض يكون 172/22/242/30. هذا هو العنوان الصحيح، العنوان المكتوب هنا غلط. طيب ممتاز. بعد كذا انا عرفت ان هذا هو الراوتر، انه هذا هو المنفذ الفاس 01. اذا انا هنا راح اطبق الاكسس ليست على ايش؟ على المنفذ فاست ايثرنت 01. ممتاز. فاست 01 و العنوان الخاص به حيكون 172/22/242/30. لحد الآن ممتاز. طيب بعد كذا
راح طبعا زي ما ذكرنا هو المنفذ فازير واحد هو المتصل مع الشبكة المحلية التي تحتوي على السيرفرات، فبالتالي راح نطبق عليه الاكسس ليست، وراح تكون اوت باوند يعني اتجاه الخروج من الراوتر. طيب، وعمل الاعدادات راح نعمله بالشكل التالي، راح ندخل على الكونفيجريشن تيرمينال، بعد كده نبدا ننشئ ايش الاكسس ليست. راح نكتب اكسس ليست 100 مثلا، وبعد كده طبعا احنا بنبغى نحدد الاكوال 80، تمام، انه ما يقدر يتصل بالفيننس ويب سيرفر، صح؟ هذا ويب سيرفر، يعني مثلا لما ادخل على الايه وادخل على المتصفح واكتب عنوان الفيننس ويب سيرفر ما اتمكن من الدخول عليه. فراح ننشئ اكسس ليست، ايش نوعها؟ نوعها اكستندد اكسس ليست، والاكستندد اكسس ليست عندي نبدا من 100، فراح نعطي مثلا اكسس ليست 100. بعد كده بيرميت اسمح لنوع الاتصال تي سي بي، اسمح للجهاز 192 168 10 3. هذا الجهاز مين؟ الجهاز سي. انا بنشئ اكسس ليست تسمح له بأن يتصل بالسيرفر اللي هو الفينانس ويب سيرفر، اللي هو مين؟ 172.26.222.23. على فكرة في خربطة هنا في العناوين، مرة يقول لي 242 ومرة يقول لي 222، في خطأ في العناوين فيما بين الشرح وبين الموجود، فلازم نوحد العناوين. طيب، انا حوقف الفيديو حصحح العناوين لان في خطأ، ونرجع نكمل مع بعض الشرح. طيب، انا سويت تعديل على العناوين، مشيت على ما هو موجود هنا لان كان في تناقض فيما بين الشرح وبين العناوين الموجودة هنا في الشو. العنوان الموجود 172.26.222.30، فبالتالي انا حلتزم بهذا العنوان. اذا السيرفرات راح تكون 172.26.22.17 حتى 172.26.222.30، والعنوان المنفذ الفاست ايثرنت 00 اللي راح نطبق عليه الاكسس ليست هو 172.26.222.30. طيب، بالنسبه للجهاز اللي هو الفينانس ويب سيرفر هو 172.26.222.23. راح ننشئ اكسس ليست، اول سطر اللي هو عبارة عن السماح، طبعا الاكسس ليست راح تكون اكستندد لان المنع راح يكون بناء على الويب والتصفح، واضح من اسمه انه ويب سيرفر، فبالتالي راح نستخدم ال HTTP رقم البورت نمبر 80. راح نكتب اكسس ليست 100 بيرمت تي سي بي، اسمح للجهاز 192.168.10.3 اللي هو مين؟ الجهاز سي، بانه يكون قادر على الاتصال بالهوست. طبعا هنا ما في فراغ، المفروض هوست ومباشره 172.26.222.23 ايكوال 80، تمام. احنا بهذا الامر سمحنا للهوست سي اللي هو بعنوان 192.168.10.3 ان يصل الى السيرفر فينانس ويب سيرفر اللي هو صاحب العنوان 192.26.222.23 من خلال الويب باستخدام رقم المنفذ 80. بعد كده راح نكتب الامر اكسس ليست 100 deny TCP any host 172.26.222.23 إكوال 80. إيش المقصود بهذا الأمر؟ هذا السطر بيمنع أي جهاز آخر اللي هو الـ A والـ B والـ D وأي جهاز راح يكون موجود في داخل الشبكة بأنه يصبح قادر على الاتصال بالفينانس ويب سيرفر 172.26.222.23 من خلال الويبس، من خلال متصفح الانترنت والمنفذ 80. بعد كده نكتب السطر اللي يسمح باي اتصال ثاني، يعني ممكن يسمح بالبنج، نعم ممكن الاي والبي والدي انهم يبنقوا على كذا، لكن انهم يتصلوا من خلال المتصفح، يعني احنا لو نقرنا على الاي راح يطلع لي ايقونه، مجموعه ايقونات من ضمنها المتصفح الخاص بالانترنت، فلو كتبت العنوان الخاص بالفينانس ويب سيرفر بعد تطبيق الاكسس ليست
راح اكون غير قادر على الاتصال بالفينانس ويب سيرفر. قبل ما اطبق الاكسس ليست لو حبيت اجرب ممكن ادخل العنوان فالاقي نفسي تمكنت من الدخول بالمتصفح الانترنت يعني الى الفينانس ويب سيرفر، ولكن بعد تطبيق الاكسس ليست المفروض اكون غير قادر ما عدا من الجهاز سي، اما الاي والبي والدي راح اكون غير قادر على الاتصال من خلالهم بالفينانس ويب سيرفر عن طريق متصفح الانترنت. انا كده سمحت بجميع انواع الاتصال ما عدا المتصفح، البروتوكول ال HTTP هو الوحيد اللي انا حددت الجهاز سي فقط هو المسموح فيه، وباقي الاجهزة غير مسموح ليها الاتصال. بعد كده راح ادخل على الانترفيس فاس 01 محل ما راح اطبق فيه الاكسس ليست، وراح اكتب امر اللي من خلاله راح اطبق الاكسس ليست. ايش راح اكتب؟ راح اكتب اي بي اكسس جروب 100 اوت. بهذا الامر انا اكون طبقت الاكسس ليست اللي هي رقمها 100 على المنفذ فاست 01 اللي هو هنا، بحيث اي بيانات تيجي من الاي والبي مثلا او الدي يحاولوا من خلالها يوصلوا للسيرفرات راح نعمل لها فلترة، راح ينظر ليها هل هي ممنوعة او غير ممنوعة. لو شاف مثلا انه لا بتحاول الاتصال بالفينانس ويب سيرفر وطبعا هي ممنوعة من الاتصال بالويب سيرفر عن طريق متصفح الانترنت فحيتم المنع، بينما لما تحب تتصل بالبابليك ويب سيرفر راح يتم السماح ليها. ولاحظوا هنا عندي كم عدد السطور اللي طبقت فيها الاكسس ليست، سطر سطرين ثلاثة سطور، هذه ايش ثلاثة سطور اللي انا من خلالها انشأت الاكسس ليست 100. وبعد كده دخلت على الانترفيس فاز 01 وقمت بكتابة الامر اي بي اكسس جروب 100 اوت، بحيث انه لما تيجي البيانات خارجة من الراوتر على المنفذ فاز 01 حيتم عمل فلتر ليها والسماح ليها او منعها من الدخول حسب طبعا السطور والاعدادات الموجودة على الاكسس ليست 100 والمنفذة على الانترفيس فاست 01. هنا بيخبرني ان انا ممكن اروح مثلا عشان اشيك، دائما لما تكتب الاعدادات طبعا ما ننسى نقطتين، النقطة الاولى التشيك ان انا اشيك واتأكد ان الاكسس ليست مثلا او الاعدادات بشكل عام اللي انا كتبتها في الامتحان شغالة، لأنه ممكن اكتب الاعدادات وما تشتغل معايا، سبحان الله ممكن في سطر انا نسيت ما اكتبه، ممكن في نقطة نسيتها، فلابد من انا ايش اشيك الاول واتأكد ان الاعدادات اللي انا قمت بكتابتها بتوفي وبتؤدي الغرض المطلوب في السؤال، بعد كده اقوم بحفظ الاعدادات. طيب يقول لك هنا من خلال الجهاز سي اذهب الى الويب براوزر يعني متصفح الانترنت، واروح عند تبع العناوين الخاصة بالانترنت، وايش اكتب؟ طبعا حيجيني http://، وبعد كده راح اكتب عنوان الفينانس ويب سيرفر اللي هو 172.26.222.23، راح يتم ايصالي بالفينانس ويب سيرفر. يقول لك اذا لم اتمكن من الوصول عندها يجب مراجعة الاعدادات، اما اذا تمكنت من الوصول من السي الى الفينانس ويب سيرفر فهذا يعني الجزء الاول من الاعدادات صحيح. الجزء الثاني من الاعدادات الخاصه بالاكسس ليست اني اتاكد ان الاي والبي والدي لا يتمكنوا من الدخول على الفينانس ويب سيرفر، فوقتها لازم اروح على الاي والبي والدي واحد وان باي وان، واروح على متصفح الانترنت واحاول ادخل الفينانس ويب سيرفر عنوان الويب سيرفر، وراح يتم منعي وما راح تفتح معايا الصفحة الخاصة بالفينانس ويب سيرفر. هذه الخطوة الثانية. اذا الخطوة الاولى اني تأكدت ان السي من خلال متصفح الانترنت يستطيع انه يفتح الفينانس ويب سيرفر، ولكن الاي والبي والدي كلهم جربتهم ووجدت انهم غير قادرين على فتح صفحة الويب في الفينانس ويب سيرفر، عندها اعرف ان الخطوة الثانية من الاعدادات صحيحة. بعد كذا اراجع الخطوة الثالثة اللي هي ايش؟ اني اروح على الاي والبي والسي والدي واتاكد انهم كلهم قادرين على انهم يتصلوا بالبابليك ويب سيرفر، لان المنع فقط على الفينانس وليس على باقي السيرفرات. بعد كذا لما ينجح
وكلهم يكونوا قادرين على الاتصال بالببليك ويب سيرفر، انا اعرف ان انا اعداداتي صحيحة. فايش راح اسوي؟ راح اكتب الامر انت عشان اخرج بس من المنفذ او من المستوى الفرعي الخاص بالمنفذ، وبعد كده احفظ الاعدادات. وهذه نقطة من المهم انك تتذكرها وما تنساها، لو ما حفظت الاعدادات اللي انت قمت بكتابتها في الامتحان وسويت نيكست، فراح كل الاعدادات راح تنحذف وكأنك انت ما سويت اعدادات ولا شيكت ولا عملت اي شيء. فعشان كده لازم نكون حريصين ونكتب الامر copy running config startup config وننقر انتر لحفظ الاعدادات اللي احنا تعبنا عليها وكتبناها على الراوتر، عشان لما يجوا بعدين الجهاز يحسب الاجوبة الصح والخطأ تكون الاعدادات اللي انا قمت بكتابتها محفوظة. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الفيديو قد نال على إعجابكم واستحسانكم، وحتى ألقاكم في الفيديو القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.